ما سايرة كلاب تهين البلد وكرامة البلد وسيادة البلد بهذا المستوى اللي نسمعه. أطلع لك شلون ينباع عن البنات، أطلع لك هم صوت البنات شلون ينباع عن بالسجن، شلون يطببون عليها، يطببون مواطنين بالليل على النزلاء. والله سمعني. ما عندي مانع. سمعني. ما عندنا مانع. لا لا والله والله يخلي الرأي. أسمعك. أنا رسالتي الآن إلى السيد قاسم العرجي، الأخ العزيز سيدنا الجليل مستشار الأمن الوطني، بين ما يكمل يطلع المكالمة. والله خلي على راسي. سيد أنت جدك محمد. وقبل هذا وذاك مسؤول بالدولة، أحملك المسؤولية اليوم، ما أقدر باكر أوقف وياك سيد قاسم العرجي أمام الله سبحانه وتعالى يوم ترفع الظلمات هذا الحكي تسمعه. أريد ما يصبح الصبح أكو قرار. سيد قاسم إذا ما تشوف تلفزيون أنا اليوم بالليل أدز لك رابط الحلقة. سمعني شيخ صباح. للعلم للعلم أستاذ نجم، أمانة وراي رقبة وراي موت، بالقرآن المجيد سيد قاسم العرجي جدا متعاون وما مقصر وياي خطوة بخطوة وياي قسما بالقرآن المجيد، كل التعاون مقدم الرجل. بس ما في سمعني حتى أنا متأكد يعني السيد برهم صالح ما راح يسكت والسيد الكاظم ما راح يسكت من البداية شيخ صباح من البداية، وخلي لي على المايك. صديق وسامة يا عمر وسامة شو يريد منك؟ صدق والله؟ اي والله. ما تدري؟ لا والله ما ادري. شنو ما ادري؟ شنو امرات بنتك فلوس؟ لا اقطع شيخ صباح شيخ صباح اقطع رجاء، انا ما اقدر اتحمل هذا على الهواء، لكن اردت من خلال هذا ان اقول للمسؤولين يا ترى اكو اشياء موثقه، لان انا ما اقدر اتحمل هذا، ما اقدر اتحمل سقوط ساقطين يتصرفون بهذا الشكل امام مراه ومسمع من الدوله. ما صايره كلاب تهين البلد وكرامه البلد وسياده البلد بهذا المستوى اللي نسمعه.